higher precipitable water compared to the climatology, and when where it is red is when you have lower. هذا عندما تكون من نقطة حمراء يعني أن هناك لابد من استخراج العملية الترمينولوجية أو المناخ. لدي هنا ملاحظات أيضا فيما يتعلق بالمراقبة. تشرح لنا الشريحة التالية الأرقام بالطبع أرقام كبيرة، ويمكننا هنا أن نتوقع فيما يتعلق بالممطار الغزيرة وهي التي تركز على قرابة 24 ساعة. وخلاصة الشيء، لقد ذكرنا في النقاشات فيما يتعلق بالعمل المناخي وفيما يتعلق بالمناخ والغلاف الجوي والبيئة والمنظومة البيئية، كل تم هذا تسجيله في أنظمة الرصد الدولية والإحداث أنظمة التحذير المبكر. وعملية المراقبة والرصد تعمل بشكل جيد. نحن فيما يتعلق بإدارة الرصد ليست بالدرجة المقبولة إلى حد كثير في العديد من المناطق، نظرا إلى بعض التغلب على بعض المناطق. ربما هناك بعض المناطق التي لا يمكن الوصول إليها، ولكن يبدو من تفسيره إلى أن هناك فيما يتعلق بالتكيف مع استراتيجيات التغير المناخي تحتاج إلى الإنذار المبكر. وشكرا. شكرا جزيلا. متحدثتنا لوسي ماتيرتا. لوسي، الكلمة لك. شكرا جزيلا. أريد أن أشكركم لإتاحة الفرصة أن أكون معكم وأشارك معكم ما لدى ملاوي فيما يتعلق بالإنذار المبكر، وأيضا في عملية الرصد التي تم إدماجها في عملية منظومة الإنذار المبكر. أنا هنا أمثلكم باسم نيابة عن زملائي الذين لم يكونوا هنا، ولكن كل العمل منسوب إليها. شكرا لمجهودها، وشكرا لإتاحة الفرصة أن أكون معكم اليوم. إذن في ملاوي لدينا شبكة من الأطراف الفاعلة فيما يتعلق بالإنذار المبكر. لدينا إدارة لإدارة الأزمات والتدخل في حالة الأزمات، وأيضا فيما يتعلق بإدارة المياه وموارد المياه والتغيرات المناخية والخدمات البيئية. نحن نعمل مع بعضنا البعض للوصول إلى منظومة الإنذار المبكر. وخلاصة الأمر، أريد أن ألخص لكم ما تقدمه ملاو في هذه عملية الإنذار المبكر، خاصة فيما يتعلق بالتكيف في ملاوي. في حقيقة الأمر، ملاوي هي منطقة تخضع للأزمات، وهناك كثير من الأزمات التي أثرت على ملاوي، وأكثرها قسوة وشدة هي الجفاف والفيضانات، لأنه بالفعل لأن لدينا أمراض ولدينا رياح شديدة، ومع هذه الصعوبات والتي تستمر لأن هناك عملية هشاشة في المجتمع، ولدينا برنامج، ولهذا نحن لدينا بعض المعايير على المجتمعات لأن لديهم تحذير مبكر بحدوث كارثة. ولذا في هذه الحالة، عذرا، أعتقد أن هناك شريحة مفقودة، ولكن غير متأكدة. نعم، هناك شريحة مفقودة، ولكن على أي حال يمكنني أن أشرح لكم. لدينا معايير وآليات مختلفة لعملية التحذير المبكر أو الإنذار المبكر، منها عملية المجتمعي، الإنذار المبكر المجتمعي للتواصل مع المجتمعات للتأكد بأن هذه المجتمعات قادرة على أخذ عملية الرصد وأنهم لديهم علم مبكر بالأزمة، وهي مانو، وهي بعضها تكون يدويا وأخرى تلقائيا. ولدينا أيضا دائرة للتغيرات المناخية والخدمات الحساسة. نحن نعمل مع عملية التوقع المبكر، وأيضا فيما يتعلق بمنظومة الهيدرولوجية لما يتعلق بموارد المياه. ومع هذا الصدد نعمل فإن عملية هذه الإنذار المبكر
المقدم إلى المجتمعات لضمان أنهم أن لديهم معرفة بالأزمة. ومع رغم هذا الأنظمة أن هناك بعض التحديات، ومنها مسألة الوقت. كما تعلمون أن هناك إذا اتقلنا مقياس مستوى المياه، فإن نحن نحتاج إلى وقت للتعامل مع عملية منظومة الإنذار المبكر حتى يكون الناس يصلوا إليه، ولكن هذه المنظومة بطيئة جدا جدا. ولكن مع عملية التوقع، ماذا عن المهارة في اتخاذ القرار؟ لأن الوقت ليس كافيا لتقدم لهم هذه التدريبات فيما يتعلق بالتوقع المبكر، وايضا فيما يتعلق بايضا هناك منظومة الهيدروجين التي لم تكن موجودة على كافة الأنهار. ولذا بسبب هذه الأسباب نحن نستكشف مرحلة جديدة التي نقيمها فيما يتعلق في جيوغلوز SMEF-WF، هي عملية تردد عالية ومتاحة وعلى حول العالم. لذا نحاول أن نستخدم هذه التجربة في عملية المنظومة التحول الإنذار المبكر حتى يمكن الحصول على الوقت الكافي ليكون الناس على استعداد للتعامل مع هذا التهديد الذي يجابههم. لذا نحن نحتاج إلى وقت، ربما تحتاج إلى أكثر من 15 يوم، وإذا يمنح الناس الوقت للاستعداد. هذا المشروع بدأ منذ عام مضى، ونحن هنا في المرحلة الثانية، العمر السنة الثانية من عمر هذا المشروع، ونريد أن ندعم عملية الإنذار المبكر التي نقدمها لنا. لأن في الموسم الماضي كان تحديا بالنسبة لنا، خاصة فيما يتعلق بعض التقلبات، وأيضا التي استمرت الأعصارات لمدة شهرين، وهناك تأثر بها ملايين من الناس. ونريد أن نضمن أن هذا الإنذار المبكر على موجود على أرض الواقع ويدعم المجتمعات. بخلاصة الأمر، نحن هذا ما نقدم في ملاوي، ونحن نحاول أن ننفذ بعض المهارات في هذه المبادرة لتوفير كافة الأسس والمصادر الموجودة في ملاوي. والشكر لإتاحة الفرصة لأشارككم التجربة. شكرا جزيلا. لدينا بعض الوقت والدقائق لاستلام بعض أو تلقي بعض الأسئلة، ثم بعد ذلك نقدم ملخصا للجلسة. هل هناك أي أسئلة من السادة الحضور؟ هناك شخص يرفع يده. نعم نعم، هنا في المجموعة الأولى، هل رجاء تعرف نفسك أو نفسك؟ ربما المايكروفون لا يعمل. إذن هناك مشكلة في الميكروفون، قد يبدو ذلك. هارفن منون من ICCI. أريد أن أشكر السادة المشاركون على عروضهم المليئة بالمعلومات. أن منطقة المناطق الموجودة والمناطق الحارة، وقد يحدث ماذا يحدث؟ ما يحدث في هذه المناطق يحدد مستقبل الولايات المتحدة وغيرها من المدن، والتي تحاول أن تستكشف وتقيم عملية الرصد والإنذار المبكر، وهي نقطة مهمة بالنسبة لنا. وأيضا فيما يتعلق بالتغير المناخي والفيضانات، وأيضا انبعاثات الحرارية يمكن قياسها، التي كما قلتم أنها موجودة بنسبة عالية في الولايات المتحدة والصين. وماذا عن الاحتباس الحراري؟ هي اعتبار أحد الحلول لابد أن نأخذها في عين الاعتبار. رجاء أن تركزوا على أهمية الرصد فيما يتعلق بالإجراءات البيئية. شكرا جزيلا. ت
That's right. Please keep your buttons pressed down so we can see. رجاء الضغط على الزر الذي أمامكم حتى يمكننا نعرف من هو. حتى أعرف من هو أو رفع اليد إذا كان الأمر متاحاً. Hello. Okay. Hi. Yes. اسمي ميسينك فيفيس. لدي سؤالين للسادة المشاركون. إن هذه بعض الأسئلة تشارك بعض وجهات النظر حول التدخل والعلم وعلم المشاركة لإحداث تغيير في المناخ والمجتمع غير الحيوي، وهي مهمة جدا للعالم بأكمله وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الهشة. ربما هذا التقييم، كيف لنا معالجة هذه الأمور؟ وأخيرا السؤال الثاني، إذا فيما يتعلق الوصول إلى عملية الرصد المبكر فيما يتعلق بالخسائر والفاقد، هناك عديد من المعلومات التي لا نمكن الوصول لها خاصة فيما يتعلق بالخسائر والأضرار. هذه المعلومات على مستوى الإقليمي وقد نعلم ونثمر من هذا إذا حصلنا عليها، إذا كانت هناك ذات علاقة بالمدن الصغيرة في الجزر الصغيرة. شكرا لسؤالك. أعتقد أن لدينا سؤالا آخر هنا. شكرا جزيلا. من سنوشيا، نريد أن أشكر السادة العارضين. هل تسمعوني؟ هل لك أن تستخدمي الميكروفون؟ هل تسمعونني الآن؟ نعم. أريد أن أتوجه بالشكر لكافة السادة العارضين على تقديمهم واعتبارها مؤشرا لمن قدم. لدي سؤال واحد فقط. أريد السادة أسأل السادة الخبراء أن يقدموا كثيرا فيما التفاصيل عن النتائج النهائية لكثير من المناطق التي تم رصدها، وكيف لك هذه النتائج غير مرضية. ماذا عن الدول في الجزر الصغيرة، وماذا يمكننا أن نقدمه أكثر لهذه البلدان؟ عذرا، هل لنا نسمع لمصر؟ شكرا لعرضكم الجيد. أريد أن أطرح سؤالا، كيف لنا أن نستخدم عملية التخفيف من فيما يتعلق بأفضل الممارسات للتخفيف من التغير المناخي، وخاصة تلك المتعلق بالاحتباس الحراري؟ نحن هنا نحث على سبيل المثال فيما يتعلق الأطعمة الغذائية الخضروات ونقلل من الانتاجات الأخرى، كيف لنا أن يكون له تأثير كبير على التغير المناخي؟ وشكرا. شكرا جزيلا. أعتقد أنه لا يمكن لدينا وقت كافي، ولذا نطلب من السادة الإجابة على هذه الأسئلة. هناك مساهمات فيما يتعلق بالتغير المناخي وتقييم المناطق. من منكم يريد أن يجيب على هذا السؤال؟ لأنها نقطة مهمة. نحن نتكلم عن المنظومة المناخية، كيف لنا أن نتعامل مع التقييمات وتأثيرها على المناطق الإقليمية؟ من يريد فليضغط على الزر. نعم، إنه متعلق بالمشاركة في تغير المناخ وأيضا التغير على أو أثر الأحداث فيما يتعلق بالرصد. نعم، إن عملية الرصد التي نراها مختلف المناطق المختلفة للمناخ والمنظومة المناخية. في عملية الرصد نريد أن نرصد أنواع أخرى من المناخ ومشاركتها وإسهامها في التغير المناخي العالمي والمنظومة العالمية، ولكن عندما مشاركة أو مساهمة أحد الفعاليات أو الأزمات أو الكوارث، نحن لابد أن نأخذها ونربطها على مستويين إقليمي ووطني. هذه الحادثة بحالها ربما تكون هناك آليات إحصائية ونريد الكثير من المعلومات والرصد لهذه الفعلية أو هذا الحدث. شكرا. السيد نعم شكرا. نريد أن نقطة إضافة فيما يتعلق بدراسة أثر هذه الفعالية هذه الأزمات على المجتمع. نريد أن نقيم أيضا مدى إسهامها في التغير المناخي.
وجهود المبذولة فيما يتعلق بهذا النقطة والتي ساعدت في تفسير كثافة هذا الحدث على تغير المناخي. ولكن لابد أن نحلل هذه المعلومات بناء على الآليات الموجودة التي بالفعل حصلنا عليها وتفسيرها في هذه المناطق وهذه الأحداث. شكرا جزيلا. هل هناك أي أسئلة أخرى أو أي تعقيب من السادة المشاركون؟ السؤال مهم جدا فيما يتعلق بمشاركة الأحداث، مهمة جدا. أعتقد لابد أن نكون لدينا سجل جيد من الأحداث القديمة والماضية لنحاول أن نصل إلى آليات إنقاذ مناسبة. نعم، إنها نقطة مهمة، وأيضا تحدثنا عن الوقت فيما يتعلق بالإنقاذ الكثير من المعلومات التي بالفعل موجودة عبر التاريخ. نريد أن نفهم المستقبل حتى نستعد للحاضر والمستقبل. وشكرا. هل هانس لديك أي إجابة؟ أريد أن أنتقل أسئلة تالية، ومنها ومتعلق بالأزمات ورصد الأزمات والتنفيذ الذي تم، وأيضا فيما يتعلق بأهمية تغير المناخي في المحيطات وغيرها من الدول والمناطق. هذا جزء من التقييم. أننا بحاجة إلى إيجاد استمرارية ممنهجة، أن نستمر في عملية التقييم بطريقة ممنهجة، لأن نستمر أيضا في عملية الرصد، وهي مهمة جدا بالنسبة للحصول إلى أو التغلب على عدم الاستقرار في التغير المناخي، وأن نكون أن نتغلب على التخفيف من حدة الأزمات، وأن يكون لدينا توقعات للمستقبل. ولا ننسى فيما يتعلق بالسؤال الرصد ومساهمات وأفضل الممارسات التي متعلقة بالخسائر والأضرار. نعم، إنها جزء من عملية التقييم، وهناك مجموعة عمل ثانية تركز عن أي من هذه المشاركات والمساهمات وكيف لنا أن نقيمها. وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتطور ماذا عن المدن أو الدول المتقدمة والجزر الصغيرة، أعني أنه جزء من مداخلتي كانت إشارة إلى هذه عملية الرصد الممنهجة وشبكة الرصد. نعم، الموقع المحالة مخيفة بالفعل، ولكن لابد أن نصل لعملية التكيف وعملية التحسن من التغير المناخي. شكرا لهذا. فيما يتعلق بعدد من الأسئلة، فيما يتعلق بأسئلة خاصة بالخط الأسوائي وغيرها، لذا فيما يتعلق بالخطوط القطبية، ونحن نتكلم في أنظمة الرصد، هي أحد المحركات التي تساعدنا في تحقيق إنجاز، ولكن هناك تحديات أخرى فيما يتعلق بتغيير المواقع في والمناطق في دول أخرى وفي مناطق أخرى. In the Southern Ocean, and we just had a cruise in the Southern Ocean where the first 3 weeks I think was impossible to operate and take observations because the weather conditions were too extreme. So I think it's a really critical issue that you've raised. I wanted to touch base once more on the issue of loss and damage. And Annette, I know that you have some comments on this, and also about, you know, the importance of considering tipping points. Perhaps you could comment. Yes, so I would like to add something to the comment on the cryosphere monitoring in the polar regions. So the components of the cryosphere there are, it's really crucial to monitor that in the context of global climate tipping points. So satellite data have been shown very valuable already for to see where we are, where that we are close with some tipping elements already to some thresholds. But we are not yet there that we can facilitate early warning for all the tipping elements. And that's also true for some of the polar or the cryosphere elements.